أحسن الله إليكم. هذه الأخت السائلة تقول: من عادتي أن أؤخر صلاة العشاء نظرا لالتزامي بأولادي ووجودي في المطبخ. العشاء؟ نعم. إلى متى تؤخره؟ تؤخره إلى بعد منتصف الليل. لا بأس، لكن لا تؤخره عن ثلث الليل، لا تؤخره عن ثلث الليل، وإن أخرته بعد ثلث الليل إلى منتصف الليل فلا بأس. نعم.